صباح الخير أحبائي وأعزائي من جريدتنا النهاردة، اليوم السابع أونلاين، جريدة باسم الصحفي جرجس أوتسي الصغير، وهي عبارة عن أخبار دينية وسياسية ويوتيوب وترفيهي. والمقدونة أو المقال بيتكلم عن حاجات سياسية ودينية. هنفتح، أنت لو دخلت على تكتب اليوم السابع اونلاين المدونة، وهتلاقي هنا تعرف كل حاجة عننا، الانتقال الى الملف الشخصي. ونعلن النهاردة عن مقال جميل بقلم الاستاذ الصحفي جرجس اوتسي اللي شرفني اكون انا معاكم. وهنا اليوم السابع ومن انا وكل حاجة بيعرفك عني. طيب، المقالة زي ما قلنا هنا بيعرف كل حاجة، وهنا مدوناتي والعرض الحجم ومن أنا وصناعة المهنة وكل الكلام الجميل ده، وإعلام وصحافة، وبتهتم بكل الكلام دوت. طيب، المقال النهاردة بالفيديو: بعد وقف صب سقف كنيسة العذراء بيبيس تساقط الأمطار على المصلين أثناء الصلاة، من المسؤول؟ بقلم الصحفي جرجس قدسي. بالفيديو: بعد وقف الصب، بعد وقف الجهاز الإداري لكفر الدوار بمحافظة البحيرة استكمال صب خرسانة سقف كنيسة العذراء والأنبا سموئيل بقرية أبيس الثورة التابعة لكفر الدوار، رغم صدور تصريح رسمي استغرق عامين لترميم وإحلال السقف، ما زال الأقباط المسيحيين بالقرية في انتظار لحل الأزمة والسماح باستكمال صب السقف الذي تم وقف الأعمال به بعد احتجاجات من المتشددين بالقرية الأسبوع الماضي وقصف الأقباط المسيحيين بالحجارة. ونرصد فيديو للأقباط المسيحيين بالقرية داخل القداس الإلهي الذي أقيم تحت الشدة الخشبية للكنيسة قبل يومين، والأمطار تتساقط على المصلين أثناء الصلاة، وكشف الفيديو محاولة المصلين الهروب من الأمطار التي تتساقط من الشدة الخشبية مع ضيق المساحة نتيجة أعمدة الشدة الخشبية التي تجعل تحركات المصلين صعبة، وفي نفس الوقت تشكل خطورة عليهم في ظل وجود الأطفال والنساء. وأصر المسيحيون الأقباط على الصلاة بعد وقف استكمال صب السقف من أجل بداية العام الجديد داخل الكنيسة التي يحلمون باستكمالها لممارسة شعائرهم الدينية المعتادة بهذا المكان ومنذ عام 1979. وأشار أحد المصادر أن الأجهزة الرسمية أوقفت عملية استكمال صب السقف بعد غضب المتشددين والاعتداء على المسيحيين الأسبوع الماضي، حيث لم يتم القبض على أي من المعتدين أو المحرضين، بل كان الحل البديل هو وقف استكمال الصب إرضاء للمتشددين رغم الحصول على رخصة لإحلال وتجديد وترميم الكنيسة، والذي استغرق أكثر من عامين منذ عام 2018. وطالب الأقباط السيد الرئيس التدخل لتطبيق القانون واستكمال بناء السقف لتأمين وحماية المصلين مع شدة وبرودة الطقس، لا سيما أن الكنيسة تخدم 17 قرية. وأكد أحدهم أن ما حدث يخالف تعليمات وتصريحات السيد الرئيس التي يقررها دائما في كل مناسبة حول أن بيوت الله لها احترامها، وأن بناء كنيسة أو معبد لا يضر أحد، كما يخالف تصريحات شيخ الأزهر الأخيرة الذي أكد على حماية الكنائس مثل المساجد. وشاهد الموضوع الأصلي اليوم السابع أونلاين مع الصحفي جرجس قدسي. نستكمل أيضا معنا في صحفتنا الصحيفة اليوم السابع أونلاين التي دائما تأتي بكل ما هو جديد وكل ما هو جميل. اليوم 25 يناير من الشهر المبارك يهك، أحسن الله استقباله وأعاده علينا وعليكم. والثلاثاء 3 يناير 25 يناير،
وأحسن الله استقباله علينا وعليكم ونحن في هدوء وإطمئنان، مغفور الخطايا والأثام من قبل مراحم الرب. وفي هذا اليوم المقدس تنيح القديس العظيم يوحنا كاما، وكان من أهل شبرا منتو من أعمال صاء، وكان أبواه مسيحيين خائفين من الله، ولم يكن لهما ابنا سواء، فزوجاه بغير إرادته. ولما دخل إلى خضره وقف وصلى كثيرا، ثم تقدم إلى الصبية وقال لها: يا أختي، أنت تعرفين أن العالم يزول وكل شهوته، فهل أنت توافقين على حفظ جسدين طاهرين؟ فأجابته قائلا: يا أخي، حي هو الرب، إن هذه هي رغبتي، والآن قد أعطاني الرب سؤال قلبي. فاتفق أن يلبس محتفظين بالبطولية، وكان إذ رقد ينزل ملاك ويظل عليهما بجناحيه. ولكثرة وضعهما أنبت الرب قرمة لم يزرع أحد، قامت وظللت جذرهما علامة على الطهر والقداسة الذي كانوا يعيشين به، لأن هذا يفوق الطبيعة البشرية أن يناموا شبان بجانب بعضهم، ولا تصور فيه الطبيعة إلى الشهوة. ومن هو الذي يدنو من النار ولا يحترق؟ أي يقترب من النار ولا يحترق؟ لولا أن العناية الإلهية كانت تحفظهم. ولما رأى أبوهما أنهما أقاما زمنا طويلا ولم يرزق نسلا، ظنا أن ذلك يرجع إلى صغر سنهم. وذات يوم قال يوحنا لزوجته: يا أختي، أنا أشتهي الذهاب إلى البرية للترهب، ولا أستطيع ذلك إلا برضاك. فأجابته: إلى ما أراد. بعد أن أدخلها أحد أديرة العزارة، وهناك صارت أمة فاضلة، وصنعت عجائب كثيرة لأهلها لأن تكون رئيسة على الدير. أما القديس يوحنا فإنه لما خرج من بلدته ظهر له ملاك الرب وأرشده إلى طريق برية شهيد، فذهب إليها وترهب هناك في قلاية الأب درودي بدير القديس مكاريوس، وقام عند هذا الشيخ يتعلم منه الفاضلة إلى أن تنيح. فأمره ملاك الرب أن يمضي غرب دير القديس أبو يحنس القصير بقليل، ويبني له مسكنا هناك. فمضى وفعل كما أمره الملاك، فاجتمع حوله 300 أخ، وبنوا لهم كنيسة ومنزلا، وهم يرتلون تسبحة الثلاث فتية. وعرفه بأسرار كثيرة، وفي مرة أخرى ظهرت له السيدة العذراء. الحقيقة هذا الكلام رائع جدا جدا. ظهرت له السيدة العذراء، وكيف نذهب إلى المقال لتطلق وتدوس هنا وتعرف كل ما هو جديد. وبعد ذلك لما خرج القديس فذهب إليها وكن إلى دير وأقام عند هذا الشيخ، فمضى وفعل كما أمره الرب، فاجتمع حوله 300 أخ، وبنوا لهم كنيسة ومنزلا ذات حديقة، وعلمهم الصلوات وترتيل الأبصالمودية. وفي إحدى الليالي ظهر له القديس أثناسيوس الرسول وهم يرتلون تسبحة الثلاث فتية. وعرفه بأسرار كثيرة. وفي مرة أخرى ظهرت له السيدة العذراء وقالت له: إن هذا هو مسكني إلى الأبد، وسأكون معهم كما كنت معك، ويدعى اسمه على هذا الدير، ويدعى اسمي على هذا الدير، لأن الكنيسة كانت على اسمها. ورغب رهبان بعض الأديرة في الصعيد أن يكون تحت إرشاد القديس يوحنا كاما، فأرسلوا إليه طالبين حضوره. فدعا أخا يسمى شنودة وكلفه الإخوة حتى يعود، ولما عاد وجده قد رعاهم على الوجه الأكمل. ولما أكمل سعي المبارك تنيح بسلام. صلاة تكون معنا أمين، ولربنا المجد الدائم أمين. في هذا اليوم أيضا تذكر نياحة القديسة أنبا بسانتا أوس وأنبا بشاي بجبل الطود أرمنت شرق دير القديسين. صلاتهما تكون معنا، ربنا المجد آمين. لا تنسى أبدا تعليقاتك واشتراكك في المدونة، وهي بلوجر جرجس قدسي مع جريدته الجريدة، وهي اليوم السابع أونلاين
الجريدة الجديدة التي تم إنشاؤها. اضغط واشترك وترى كل ما هو جديد. وهنا أيضا لديك المدونة والصفحة بأكملها، الصفحة الرئيسية وبها كل ما تراه وكل ما تشتهيه منه. والدة الطفل شنودة تلتقيه واحتضن ببكاء. هذه أيضا مقال ومدونة. سترى الجديد والجديد. اعرف الحياة، اعرف الدنيا، واعرف كل ما هو. أشكركم أحبائي وأعزائي، ولكم مني كل الحب والتقدير، وسلام الرب يكون معكم أمين. لا تنسوا اشتراككم بالقناة، قناة الملكة والأمير، ومدونة اليوم السابع أو بلوجر اليوم السابع أونلاين. شكرا.